ايوه يا زينة. الو، ايوه دكتور. مين معايا؟ انا جوز زينة عبد الحميد، فاكرني؟ اه طبعا فاكرك. امال فين زينة؟ هي زينة بس اتخبطت خبطة جامدة شوية في دماغها. مغمى عليها طبعا. لا هي فاقت دلوقتي بس مش فاكرة اي حاجة. وانتوا فين دلوقتي؟ في الغردقة. والخبطة دي بقالها قد ايه؟ مش عارف بس ما يتهيأليش كملت اكتر من ساعة. طيب خليني اكلمها لو سمحت. ثانية واحدة، كلمي دكتورك. الو، سلامتك يا زينة، ايه اللي حصل؟ مش فاكرة اي حاجة. ما تقلقيش، ده وضع مؤقت. مش شايفة يا دكتور، مش شايفة حاجة خالص. اهدي 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 يا زينة، ما تقلقيش، هتبقي كويسة والله ان شاء الله. طيب اديني يا احمد لو سمحتي.